In order to overcome the practical difficulties arising from using the ideal Nyquist challenge, the ideal Nyquist channel, the uh, difficulties are arising from uh, the slow decay of the ideal Nyquist channel or the ideal Nyquist pulse, and that it has very sharp transition from a, a very high amplitude to zero amplitude so we need to extend in order to loosen that we need to extend the bandwidth from its minimum value which is uh, uh, rb over two or one over two tb to an adjustable uh, uh, to an adjustable value between w and two w and this leads us to what we call the reduced nyquist criteria دلوقتي أنا عايز ال Nyquist like pulse ديت يكون ال summation of ال shift replicas يكون constant بس هل أنا محتاج ال summation of ال shift replicas يكون constant uh, 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 for the whole frequency range؟ لا أنا عايزه for the range of frequencies من negative w ل w دوت ال range of frequencies uh, 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 اللي important for the signal أو اللي هيبقى فيه ال signal طيب وبالتالي ال range دوت في ال 3 مين ريبليكاز الريبليكا اللي سنترد اراوند uh, ال 0 والريبليكا اللي سنترد اراوند 2 دبليو او ار بي او 1 اوفر تي بي والريبليكا اللي سنترد اراوند نيجاتيف 2 دبليو فاحنا عايزين السمشن اوف ال 3 دولت يكون بيساوي constant وتاني زي ما احنا قلنا الكونستنت دوت از arbitrary احنا واخدينه تي uh, بي او اجين 1 اوفر 2 دبليو تاني نفتكر ان ال بتاعتنا هي عبارة عن 1 over 2 TB تمام وبالتالي يبقى 1 over 2W هي ال TB طيب فاحنا عايزين يبقى ال summation of the three replicas دولت يكون بيساوي constant for a range of frequencies من negative W ل W لو حاجة شبيهة باللي احنا عملناه مثلا زي ما كنا بن design ال receive filter في حالة ال vestigial sideband أنا أه محتاج إنه ال frequency response بتاعي يكون flat بس مش for all the range of frequencies لا for only a range of frequencies of interest. ف the same applies هنا. the same applies here فاحنا if we use this reduced Nyquist criteria we may find many band limited functions that satisfy the above equation. طيب فور إكسبلبل لو انا عندي ال triangular pulse shape دوت فأنا بتكلم على triangular بلس شيب الأمplitude بتاعها هنا هو زيرو 0 يعني هنا بتكلم versus ال فدوت ال frequency domain of ال so this is b of f it has its peak at 0 and then it decays gradually the amplitude decays gradually until it reaches 0 او it ends at 2w فيبقى بالنسبة لي البالس ديت هاز اباندوتس اوف 2 دبليو فدوت مقارنه بالمينيمم سيجنال او المينيمم نايكوست بالس ات هاز دبل ذا باندوتس الريكتانجلر بالس كانت عامله كده اهو فكان الباندوتس بتاعها دبليو دلوقتي انا بتكلم على 2 دبليو بس قصاد كده اهوت الاكستنشن دوت حل لي مشكله الشارب ترانزيشن اوف الامبليتيود او الليميتيشن اوف البراكتيكال realization فانا دلوقتي لا انا عندي gradual change of amplitude فدوت يديني practical signal وفي نفس الوقت ال triangular signal ديت في ال time domain هي عباره عن sinc squared function فال sinc squared function هي عباره عن sinc power 2 فلو كانت ال sinc function بال decay proportional ل 1 over t فال sinc function بال decay proportional ل 1 over t squared فالسايد لوبس بتاعها صغيره وبيديكيت بسرعه وبالتالي لو حصل اي مس سنكرونايزيشن او السامبلنج انستنت اتغيرت شويه هيبقى الانتر سيمبل انترفيرنس صغير او نيجليجبل ساتش ذات الايفكت بتاعه على الديسيجن يكون مارج uh, طيب uh, uh, برضه تتشيك هل التريانجلر بالس ديت بتفلفل ريكويرمنتس ماشي بما ان هي سينك سكويرد فاحنا عارفين ان اوريدي السامبلز بتاعها افري تي بي ار زيروز ما عدا طبعا في النص السامبل هاز ا ماجنتيود اوف 1 لكن لو حبينا نبص كمان على النايكوست كرايتيريا من حيث الفريكونسي دومين فانا عندي دلوقتي بي اوف اف از ا فانكشن اوف الفريكونسي شكلها هعمل كده اهو تريانجلر من نيجاتيف 2 دبليو ل 2 دبليو طيب لما اعمل لها سامبلنج بسامبلنج انترفال uh, دبليو uh, فيبقى سوري بسامبلنج فاليو ار بي وير تاني ار بي او اللي هي 1 اوفر تي بي بتساوي 2 دبليو فيبقى انا عندي الريبليكا اللي بعد كده اهوت سنتر هنا اهوت فتبقى عامله كده اهو والريبليكا اللي بعد كده اهوت عند 4 دبليو سنترد هنا اهو وهكذا فيبقى أنا الـ addition of الـ replicas ديت كلها أنا هنا بـ add straight line with straight line فالـ summation is a straight line إن هو أنا بتكلم على الـ peak دوت زائد زيرو فالنقطة ديت is a, a point on the summation straight line ونفس الكلام إن هو وبالتالي يديني الـ output بتاعي is constant زي ما الـ Nyquist criteria بتقول فيبقى الـ triangular Uh, shape دوت ي fulfill ال Nyquist criteria بس دوت من حيث الادفانتجز بتاعته فانا عندي نو شارب ترانزيشن وفي نفس الوقت from ال from time domain characteristic ال decay بتاعه is faster than the minimum bandwidth because it's proportional to 1 over t squared لكن ال disadvantage بتاعه ان انا محتاج double the bandwidth اللي انا كنت بحتاجه في او كنت double the bandwidth اللي انا كنت بحتاجه لو انا مستخدم المينيموم باندوتس ريكتانجلر باث طيب مش لازم بقى يبقى تريانجلر شيب كل الشيبس اللي قدامنا ديت فولفيلز ذا سيم كونديشنز انها لو انا خدت ريبليكاز ريبليكا شيفتد عند ال 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 W شيفتد عند النيجاتيف دبليو هيبقى السميشن بتاعهم يديني كونست. طيب واحده من ال ال البulse shapes المشهورين جدا اللي بيفلل ال reduced Nyquist criteria ديت ال raised cosine pulse او اللي بنسميها raised cosine spectrum. It is one of the most common forms of B of F which consists of a flat portion زي ما احنا شايفين ان هو في flat part لغايه a certain cut of frequency وبعدين عندي roll-off portion of a sinusoidal form طيب فأنا الـ 3 examples اللي شون هنا هوت أنا عندي example where الـ flat portion هو اللي واخد الـ range كل أو هو اللي ضمت فدوت الـ special case of a raised cosine spectrum اللي ديني الـ rectangular pulse وعندي another extreme where the flat portion does not exist فانا ببتدي الroll off على طول هنا هوت فانا عندي sinusoidal gradual uh, uh, roll off هنا هوت وبالتالي البندودس هنا هوت يextend ل2W وin between عندي كل بقى الـ possible uh, uh, pulse shapes where the flat portion جزء uh, اقل من الـ W وبعدين the off portion اكزيست uh, uh, بالمنظر ده طيب لو انا بصيت على الاكسبريشن بتاع الريز كوزين سبيكتروم في التايم دومين وفي الفريكونس دومين في الفريكونس دومين انا عندي كونستانت بورشن البورشن دوت بيرينج من 1 ماينس الفا دبليو في البوزيتيف سايد وفي النيجاتيف سايد دوت السيمتري اللي موجود هنا هو. وكان البورشن ده كده اهوت هو دوت اللي احنا بنسميه 1 ماينس الفا في دبليو اللي هو هنا في الاكزامبل المرسوم دوت هنا 1 alpha is equal to half وبعدين الجزء الـ roll اوف دوت لازم طبعاً يبقى symmetric أو odd symmetric around الميد بوينت عشان لما أجيب الربليكا اللي shifted around rb بتاعتي يبقى summation بتاعهم equal to constant. فانا عندي هنا اوت سيمتري برضو نفس الفكره اللي احنا قلناها زي آه لما كنا بنتكلم على الفلتر اوف الفيستيجيال سايد باند دي فالجزء دوت انا عندي البارت دوت لازم يبقى قد البارت دوت طيب البارت ده قد ايه دوت باقي الدبل فيبقى الحته دي كده اهوت هي عباره عن الفا دبل وبالتالي الجزء ده كمان عباره عن الفا دبل وبالتالي انا الاوفرول اول هنا اهوت هو عبارة عن W بلس الجزء الزيادة دوت ألفا W يبقى عندي 1 بلس ألفا W وهو دوت الاكسبنس الزيادة بتاع الـ ريزد كوزين إن أنا عندي الـ از إكستندد تو 1 بلس ألفا W كومبيرد بالـ W أوف المينيمم باندويتس بلس تاني ما ننساش الـ W بتاعتنا هي الـ ال الـ 1 over 2 TB تمام فيبقى الريزد كوزين بالس انا عندي اوفرول باندوتس 1 ماينس الفا دبليو سوري 1 بلس الفا دبليو بس في الرينج اللي من 1 ماينس الفا دبليو في البوستيف سايد وفي النيجاتيف سايد دوت الفلات بوش وبعد كده اهوت عندي الجزء الرول اوف بورشن ودوت اللي ليه ساينوسويدال اكسبريشن زي ما احنا شفنا فدوت من 1 ماينس الفا دبليو ل 1 بلس الفا دبليو في البوزيتيف سايد وفي النيجاتيف سايد اند ذن ات از زيرو بعد ال1 بلس الفا ده طيب فانا ممكن نسمي ال1 ماينص الفا ديت اف1 وبنسمي الالفا ديت هي الرول اوف فاكتور وير الرول اوف فاكتور دوت هو 1 ماينص اف1 اوفر دبليو وكان دوت اللي بيربريزنت البرسنتج اوف ال ال الرول اوف بارت او الرول اوف بورشن كومبيرد بالفلات بورشن عشان كده اهوت انا عندي هنا اهوت في الـ (Special Case) of الـ (Rectangular Pulse) دوت الـ (alpha) عندي بـ (0) ليه؟ لأن أنا ما عنديش الـ roll-off part، أنا عندي الـ flat portion بس. طيب، بالنسبة للـ (other extreme case) اللي الـ (flat portion) مش موجود وببتدي الـ roll-off part بس، فأنا عندي الـ alpha equal 1 which means إنه the whole pulse has no flat portion أو it has only a roll-off portion.

وبعدين في الاكستريم الثاني لما الالفا بتساوي 1 دي بنسميها الفول ريزد كوزين فول لان كلها رول اوف بورشن الباندوس فيها او الباندوس ليها 2 دبليو زي التريانجلر بالس اللي هي سينك سكويرد في التايم دومين طيب ده شكل الريزد كوزين سبيكترم في التايم دومين زي ما احنا شايفين كده هو الكيس ديت اللي فيها الالفا بتساوي زيرو فهي زي السينك هو طبعا كل دولت مكملين بعد كده هو بس احنا المرسوم هنا جزء بس يعني. فزي ما احنا شايفين كده هو الكيس اللي فيها الفا بزيرو ديت السينك فانكشن وبعدين از الالفا انكريزز السايد لوبس عماله هي تديكريز لغايه اما حتى كمان لما اوصل لل فول ريز كوزين اللي فيها الالفا بتساوي 1 فالسايز لوبس صغيره اند ان اديشن انا عندي كمان اديشنال زيرو كروسنج فالسايز لوبس صغيره وعندي اديشنال زيرو كروسنج لو بصيت للاكسبريشن بتاعها في التايم دومين هلاقي ان انا عندي آآ آآ بي اوف تي هي عباره عن سينك مضروبه في الاديشنال تيرم دوت برضو لو احنا عوضنا عن الالفا هنا وات بزيرو فيبقى عندي ترم دوت هنا بزيرو فيبقى الدينومينيتور ب1 والنومريتور عندي كوساين 0 ب1 فيديني السينك فانكشن اللي احنا كنا بنقول عليها والاكستريم او الاذر اكستريم كيس بقى لما الالفا بتاعتي ب1 اقدر اقول ان بي اوف تي بالديكي بفاكتور او بالديكي proportional ساين سوري سينك فالسينك ديت بالديكي proportional ل1 اوفر تي وعندي كمان هنا هو الترم تي سكويرد فيبقى وكأن البي اوف تي بالديكي بروبوشنال ل1 اوفر تي كيوب فدوت از ايفن افاستر ديكاي ذان السينك سكويرد بلس شيب فانا عندي هنا هو جرادوال كات اوف بسبب رول اوف بورشن ات هاز ا سينك كومبوننت فالزيرو كروسنجز بتاعتي عند مالتيبلز اوف تي فانا عندي اي اس اي Uh, communication عندي fast decay بس زي ما احنا قلنا هنا بروبورشنال ل1 over t cube مش uh, مش t squared ولو انا عندي الالفا بتساوي 1 فدوت اللي بنسميه الرول off الفول roll off بس دوت الديس disadvantage بتاعه انه it has larger bandwidth بس الميزه بتاعته انه it has very fast uh, decay و it has extra zero crossings ديت بتساعد على الديكي فاحنا even لو احنا رسمناها كده اهوت هنلاقي انه السايد لوبس بتاعتي صغيره لدرجه ان انا لو انا عايز اشوفها انا محتاج اعمل زوم بالمنظر دوت عشان اشوف السايد لوبس بس شكلها في الفريكونسي دومين عدا عندي الجرادوال رول اوف بيخلي البالس اكستند من 0 ل 2 دبليو وبالتالي الباندوث اللي انا محتاجه از 2 w ماشي طبعا اللي قدامنا دوت الفول كوساين رول اوف سبيكترم طيب فلو احنا حبينا نشوف ال 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 the same examples that we mentioned before ان انا عندي stream of bits ones and zeros وهعبر عن دلوقتي كل بت من دولت ب raised cosine ب full raised cosine spectrum فادي ال positive raised cosine وال negative raised cosine زي ما احنا شايفين كده هوت ال لوبس صغيرين جدا compared بالاكزامبل اللي احنا كنا بنستعمل ال sync function فيه ولو انا رسمت السمشن بتاع دوت الاقي انه الفاريشنز بتاعتي اقل، احنا لو احنا فاكرين الاكزامبل اللي كان فيه سنك كانت عندي إن هوت بتجو اب تو 1.5 وهنا هوت كان بيجو نيجاتيف قريب من النيجاتيف 2، لكن دلوقتي انا ما عنديش انا عندي البيك بتاعي اولموست قريب من 1 يمكن في شويه حاجات زياده كده هوت لو انا عندي انتر سمبل انترفيرنس بس شويه بسبب انه الroll off بسبب الroll off بتاعي وان عندي very fast decay فالadded added inter symbol interference is very small فانا لو انا عندي perfect sampling at i uh, at uh, integer multiples of t فانا عندي ال detected stream uh, uh, مظبوط و even لو انا عندي uh, uh, sampling uh, at misplaced time instance زي ما احنا كنا خدنا قبل كده دوت slightly ال تي اي هلاقي انه بسبب ان الانتر سيمبل انترفيرنس قليل ستيل انا اي كان جيت correct decision او ان البروبابيلتي اوف ايرور تبقى صغيره فدوت ميزه الفول ريزد او الريزد كوزين سبيكترم بصفه عامه اند مور سبيسيفيكلي الفول رول اوف ريزد كوزين بس اجين الديس ادفانتج بتاعته انه الباندوتس بتكستند بدل 2W it extends to 1 plus ألفا دبليو فالمينيمم اه 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 اكستنشن از زيرو والماكسيمم اكستنشن از لما الالفا بتساوي 1 طيب يبقى احنا كده اهوت عملنا ديزاين وجبنا البي اوف تي فاكرين احنا كنا الهدف الاساسي ان انا اجيب جي اوف تي طيب بما ان بي اوف تي بتساوي جي اوف تي كونفوليوتد وذ سي اوف تي كونفوليوتد وذ اتش اوف تي فانا في الفريكوانسي دومين يبقى الفريكوانسي ريسبونس اوف Uh, P هو Product of g of f, c of f, h of f. فأنا لو أنا عايز ااا uh, اسatisfy uh, uh, optimum وفي نفس الوقت Inter symbol uh, uh, Interference free communication system، فأنا من حيث الoptimality أنا عايز الـh شديت تكون matched filter ومن حيث ISI free أو Zero ISI أنا محتاج ديت to fulfill the Nyquist criteria فلو أنا بتكلم آآ آآ على الكونديشن اوف الماتش فلتر زي ما احنا قلنا قبل كده دوت اتش اوف اف بتساوي جي كونجوجيت اوف اف في الاكسبوننشال تيرم دوت والكونديشن بتاع الاي اس اي فري ان انا بي اوف اف هي حاصل ضرب الاتش اوف اف في الجي اوف اف فطبعا في السي اوف اف بس احنا وي ويل اسيوم ان التشانل بتاعتنا از فلات هي فلات بس ستيل باند ليمتد بمعنى انه التشانل بتاعتنا is flat بس within a certain frequency range وفي cut off frequency f0 فانا اقدر اعتبر ان c of f بتاعتي ب within the range of frequencies of interest بتاعي وبالتالي بما ان b of f هي حاصل ضرب g of ال h of f والg of f فانا لو انا خدت ال absolute of b of f فانا هاخد ال absolute of h of f في g of f فدوت بيساوي ال absolute of g of f وبعدين الابسوليوت اوف اتش اوف اف انا الابسوليوت بتاع الكونجيت هو هو والابسوليوت بتاع الاكسبوننشال تيرم دوت از ايكوال تو 1 فكان انا عندي هنا اهوت جي اوف اف فاقدر اقول ان جي اوف اف كابسوليوت فاليو هي السكوير روت اوف بي اوف اف ونفس الكلام جي اوف اف هي السكوير روت اوف بي اوف اف ومن هنا جالنا التسميه بتاعت السكوير روت ريزد كوزين سبيكتر فأنا الاوفرول او الاجريجيت او الكومبوزيت بلس بي اوف اف از ريزد كوزين

raised to cosine وبالتالي يبقى g of f بتاعتي تبقى square root raised to cosine و h of f matched ليها وتبقى برضو square root raised to cosine اخر حاجة عايزين نقولها انه الترانسميشن باندوتس بتاعي في الكيس دوت هو 1 بلس الفا دبليو وير دبليو هي ار بي اوفر 2 او بتساوي 1 اوفر 2 تي طيب فلو انا بتكلم على باينري ترانسميشن لو انا ببعت 1 سمبل ا تايم فالتي دهيت هي عباره عن البيت ديوريشن وبالتالي الترانسميشن باندولز يبقى 1 بلس الفا 1 اوفر 2 وعوض عن التي بتي بي طيب لكن لو انا عندي ام ترانسميشن يعني ايه ام ترانسميشن؟ يعني بدل ما ببعت اه كل سمبل بيربريزنت 1 بت لا انا هخلي كل سمبل بيربريزنت كذا بت فانا مثلا لو انا عندي كل سمبل هيربريزنت 2 بتس انا خلينا الاول لو انا كان عندي 1 بت لو انا عندي السيمبل بي ريبريزنت 1 بت فبالتالي كان محتاج كام بلس شيب كنت محتاج 2 بلس شيبس صح اللي احنا كنا واخدينهم بلس ونيجاتيف جي اوف تي طيب لكن لو انا عندي 2 بتس بير ترانسميشن فال2 بتس بير ترانسميشن دولت يبقى انا محتاج 4 بلس شيبس بحيث ان يبقى انا عندي كل بلس شيب من الاربعه بتكورسبوند لـ one of the four combinations of two bits فالأربعة بالس شيبس دولت ممكن يكونوا مثلا بلس ونيجاتيف جي أوف تي وبلس ونيجاتيف ثلاثة مثلا جي أوف تي فأنا ممكن يكون البلس شيبس بتاعتي واحدة عاملة كده اهوت واحدة عاملة كده اهوت واحدة أكبر شوية بوزيتيف وواحدة أكبر شوية نيجاتيف طيب in this case ال symbol duration أو ال t بتاعتي اللي هي بتساوي ال duration هي بتساوي the bit duration في عدد bits بير symbol فلو أنا عندي M Retransmission، فـ هنا اهوت بت النمبر اوف number of different symbols، فيبقى النمبر number of bits per symbol هما log to the base 2 of M، فبالتالي السيمبل symbol duration هي الديوريشن duration of bit مضروبة في عدد البيتس bits per symbol، فعدد البيتس bits per symbol هو log to the base 2 of M، فيبقى الـ TS بتاعتي log to the base 2 M في التي TB. طيب ستيل يبقى الترانسميشن باندوتس هو 1 بلس الفا في 1 اوفر 2t وفي الحاله دي t بتاعتي هي السمبل ديوريشن كلها لان هو دوت الديوريشن ال بتاع البلس ديت اللي احنا سميناها السيجنالينج interval فكل اللي هشيل بس ال ts بتاعتي واعوض عنها بلوج 2m في tb طيب عشان الموضوع دوت يبان خلينا ناخد اكزامبل ليتس اسيوم ان انا عندي كمبيوتر الاوتبوت باينري ديتا بتاعته ات uh, ريت 56 كيلو بيت بير ساكن. فيبقى دوت البيت ريت 56 كيلو بيت بير ساكن. ومنها أقدر أجيب مثلاً التي بي لو أنا عايز هي 1 over RB. طيب. The computer output is transmitted using binary baseband BAM system. يا إما بقى binary يا إما إمر. That has a raised cosine spectrum. You only determine the transmission bandwidths for different values of alpha. طيب فانا عندي الباند بتاعي هو 1 بلس الفا في دبليو والدبليو بتاعتي ان ان ذا كيس اوف باينري بام هي عباره عن ار بي على 2 زي ما احنا كنا بنقول دبليو بتساوي ار بي على 2 او بتساوي 1 اوفر 2 تي بي طيب فانا كل اللي اعمله انه ار بي عندي ب 56 كيلوبيت بير سكند يبقى على 2 بيساوي 28 كيلوبيت بير سكند فيبقى انا عندي ال W وعندي ال Values of Alpha اعوض واجيب الترانسميشن باندز. بعد كده بيقول لي ريبيت اوف ايتش 3 Successive Binary Digits are coded into 1 of 8 BAM Levels. يبقى انا هنا عندي 8 ARRY TRANSMISION بدل BINARY TRANSMISION بدل 2 Symbols بس، لا انا عندي 8 Symbols. وهنا قايل لي انه كل Symbol بيربريزنت 3 consecutive bits. يبقى اكن ال TS بتاعتي هي 3 TB. ال Symbol Duration هو الديوريشن هو اكشولي السيمبل بيريبريزنت 3 بتس فيبقى السيمبل ديوريشن هي 3 تي بي طيب يفضل الترانسميشن باندوتس هو 1 بلس الفا في دبليو والدبليو بتاعتي هي السيمبل ريت على 2 او ثاني هي بتساوي 1 على 2 في السيمبل ديوريشن بس دلوقتي السيمبل ديوريشن اقدر اشيلها واحط بدلها 3 تي بي ف ال تي اس بتاعتي بتساوي 3 تي بي او لو انا خدت الريسيبركال بتاع دوت يبقى ار اس بتساوي 1 على 3 ار بي فعشان كده اهوت عندي هنا اهوت الار اس هي ار بي على log تو ذا بيس 2 اوف ام فيبقى ال دبليو بتاعتي هنا اهوت هي عباره عن 28 على 3 كيلو بت بير سكند اعوض بيها هنا اهوت واطلع الترانس ميشن اللي انا محتاجه يبقى معنى كده اهوت ان انا كل ما ازود ال Number اوف سيمبلز كل ما الباندوث اللي انا بحتاجه يقل هنا هو الباند بتاعي كان 1 بلس الفا في 28 هنا 1 بلس الفا في 28 على 3 طب ما ده حلو انا كده بقلل الترانسميشن اه بس هي المشكله ان انا لما زودت الليفلز بتوعي لما زودت البوسيبل بلسز اللي انا ببعتهم بدل واحده من اثنين بلسز بقت واحده اوت اوف 8 بلسز يبقى انا دلوقتي اي كومبليكيتد السكند ستيب اوف الريسيفر اللي هي كانت بيزد على او اللي كانت تيك decision based على ثريشولد كومبارزون طب انا دلوقتي لما كان عندي تو levels او تو pulse shapes كنت بقارن هي البالس ديت او السامبل ديت اكبر من الثريشولد ولا اقل من الثريشولد طب لما يبقى عندي 8 levels يبقى انا محتاج يبقى عندي كذا ثريشولد مور ذان وان ثريشولد وبالتالي الديسيجن هيبقى او الامبلمنتيشن او في الديسيجن ميكينج ديفايس هيبقى كومبليكيتد اكتر وفي نفس الوقت انا كان عندي اللي اوف ايرور ان انا اكون بعت السيمبل الاولاني بس اتلخبط واعتبر السيمبل الثاني او بعت السيمبل الثاني واتلخبط واعتبر السيمبل الاولاني لكن دلوقتي انا بقى عندي 8 سيمبلز فانا ممكن اكون بعت السيمبل الاولاني وبسبب الانتر سيمبل انترفيرنس وبسبب النويز اتلخبط انه يكون السيمبل الثاني او الثالث او الرابع او التام فيبقى الادفانتجز اللي الادفانتج اللي حصلت ان هو في bandwidth

فده كده كلود الديسكشن بتاعنا عن الانتر سيمبل انترفيرنس والديزاين of raised cosine pulses which fulfill reduced Nyquist criteria to overcome the disadvantages of the minimum bandwidth pulse اللي كانوا انا عندي sharp transition وفي نفس الوقت عندي slow decay لا ال raised cosine فيها gradual roll off وفي نفس الوقت ال decay بتاعها is fast is proportional to 1 uh, over t